طبتم وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم، ولا تدعوا الأجواء الخارجية تؤثر على صفاء أجواءكم الداخلية. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح العربية، وكالعادة إلى مواضيع مختلفة. إلى العناوين. أكبر حدث ترفيهي في السعودية، موسم الرياض 2021 يبدأ فعاليته بمسيرة خيالية اليوم. المزيد من العاصمة السعودية. سأكون معكم من العاصمة الرياض للحديث حول أهم مواقع موسم الرياض وأبرز الفعاليات في هذا الموسم الذي ينطلق اليوم الأربعاء. فيسبوك المأزوم يفكر بحل تغيير الاسم، وفي الأثناء يوظف 10,000 مهندس لبناء العالم الموازي الجديد. الأبناء يرتكبون الأخطاء والأهالي سيعاقبون. البرلمان الصيني يدرس قانونا جديدا لمعاقبة أولياء الأمور على أخطاء أبنائهم، والسؤال، هل الأهل مسؤولون عن أخطاء الأبناء؟ وضمن مواضيع الصباح أيضا في حلقة اليوم نتابع. شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وناشط في مجال دعم اللاجئين، السعودي محمد سال سفير المفوضية السامية للاجئين ضيف في صباح العربية في حلقة اليوم. شركات الطيران تبدأ بإلغاء لبس الكمامات على متن رحلاتها، فهل هي بداية نهاية الكمامة؟ الصورة معقدة. وبكورونا أو دون كورونا، الكمامة باقية وتتمدد لعدة أسباب، هي رفيقة الدرب القادمة. نتعرف على الأسباب في صباح العربية بعد قليل. فالش ما قبلنا. أمل عنبري فنانة مغربية دخلت عالم التمثيل والغناء بعد خروجها من ستار أكاديمي، ضيفة صباح العربية اليوم. نتابع بالتأكيد اليوم تغطيتنا المباشرة لمهرجان الجونة مع ندى حجازي. هكون معاكم النهاردة من الجونة عشان أتكلم معاكم عن أجدد الأحداث والأفلام اللي كانت موجودة. طيب نروح إلى افتتاحيتنا والخبر الافتتاحي. تخيلي شعار تخيل أكثر، أعلن هذا ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق موسم الرياض ل 2021، انطلاق اليوم بمساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع مكونة من 14 منطقة. سيتضمن الموسم الجديد مزيجا من التفرد التشويق العصرية، كما قال المنظمون، لجعل العاصمة السعودية حاضنة كبرى ووجهة مفضلة على مستوى العالم بما توفره من نشاطات مختلفة وممتعة. هاتي
7 ملايين هو عدد زوار موسم الرياض عندما أقيم للمرة الأولى عام 2019. 5.4 ملايين متر مربع هي المساحة التي تتوزع عليها مناطق الموسم 14، والتي تستضيف أكثر من 7500 فعالية في هذا الموسم، موسم 2021. أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية هو عدد الفنانين الذين سيشاركون في المسيرة الافتتاحية. 300% هي نسبة توسيع مناطق البوليفارد عما كانت عليه في الموسم السابق، و40% هي نسبة الزيادة في مساحة منطقة الألعاب الشتوية التي تضم 53 لعبة، و20 مليون شخص هو العدد المتوقع لزوار الموسم هذه السنة. المزيد ينضم إلينا من الرياض وبالقرب من موقع البوليفارد مراسلنا سالم الراجح. صباح الخير يا سالم. صباح الخير مروة لك والعادل. أهلا بك. يعني تبدأ الفعاليات موسم الرياض اليوم مع مفاجآت غير مسبوقة لعام 2021، خلينا نعرف يعني ما هي الاستعدادات، ما هي الفعاليات التي ستكون حاضرة ابتداء من اليوم؟ نعم، كما ذكرت اليوم هو الانطلاق الرسمي لموسم الرياض في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2019. هناك ترقب كبير لانطلاق هذا الموسم. طبعا حفل الانطلاق الذي سيقام عند الساعة 9:30 من مساء اليوم الأربعاء سيكون في مسيرة من أكبر المسيرات في السعودية. نتحدث أيضا عن عروض وألعاب نارية ستقام في هذه المسيرة، وأكثر من 1500 مؤدي بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى أكثر من 2700 طائرة درون لمشاهدة الفعاليات أو لمشاهدة المسيرة بشكل أوضح وأكبر. هذا فيما يتعلق بحفل أو مسيرة الافتتاح التي ستكون في مساء اليوم الأربعاء. أما عن الفعاليات الخاصة بالموسم الذي سيستمر حتى نهاية مارس المقبل تقريبا 5 أشهر، فنرى من خلال الفعاليات المعلنة من قبل الهيئة العامة للترفيه بالسعودية هناك حرص على أن تكون الفعاليات مناسبة لكافة الأعمار والفئات. دعنا نرى الصورة بشكل أوضح لموقع البوليفارد، أحد المواقع التي ستحتضن فعاليات موسم الرياض. عودة إلى الفعاليات، فإننا نرى هناك اهتمام بأن تكون الفعاليات تناسب كافة الأعمار والفئات، ما بين فعاليات أو مواقع تحتضن ألعاب ومواقع تحتضن مطاعم ومقاهي ومتاجر عالمية، بالإضافة إلى حفلات غنائية وفعاليات وأحداث رياضية. كل هذه الفعاليات ستكون خلال الموسم. نعم عادل. سالم، اليوم يعني المستشار تركي آل الشيخ قال تخيل أكثر، وهذا هو عنوان الموسم، موسم الرياض. لوين نتخيل؟ لوين نوصل؟ شو اللي مجهزينه؟ ما تسرب شيء من يعني أنا واحد من الناس مثلا ناطر مباراة باريس سان جيرمان والنصر والهلال، غيري من الممكن ماذا يتوقع من هذا الموسم؟ في شيء؟ نعم، الشيء الذي يبعث على الانتظار أكثر هو أن الفعاليات في هذا الموسم خلال 5 أشهر القادمة ستكون فعاليات متجددة. أيه. بمعنى حتى المواقع الأربعة عشر ستتجدد كل فترة، بمعنى تتغير الفعاليات فيها، وهذا يساعد أيضا على زيارة المواقع أكثر من مرة في أوقات متفاوتة. طبعا الفعاليات هي معلنة عن الأشياء الرئيسية في المواقع الفعاليات، ولكن التفاصيل كما ذكرت ندعها لوقت زيارة هذه المواقع. حتى الآن لا توجد تفاصيل كثيرة، شوقنا أكبر بالنسبة للزوار. إذا ممكن وكان لدينا وقت نستعرض أبرز
المواقع ال14 التي سالم حناخذ اكيد هذه التغطيات في حلقات قادمه لانه لازم نتعرف على كل هذه الفعاليات. بلا شك راح نشتاق اكثر لان نعرف المزيد سالم ويانا ان شاء الله خلال الايام القادمه. يعطيك العافيه سالم الراجح قواك الله. من الرياض إلى الفضاء، الكرة الأرضية تتلقى رداً من الفضاء، أمر أثار الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث أكد فريق دولي من علماء الفلك اكتشاف أكثر من 1600 إشارة راديو من مصدر كوني غامض في مجرة بعيدة تم إرسالها في غضون 47 يوماً فقط. وبحسب دراسة نشرها الفريق في مجلة نيتشر العلمية ونقلتها وكالة فايس، فإن أولى إشارات الراديو الفضائية اكتشفت في عام 2007، ومنذ ذلك الحين يشعر العلماء بالحيرة حول مصدرها. نهبط من الفضاء إلى دبي، لكن قريب يمنا إكسبو، حيث يشارك الجناح الهولندي في منطقة الاستدامة ليعكس رؤية البلاد في إيجاد حلول مبتكرة وفريدة من نوعها من أجل كوكب مستدام. جولة داخل الجناح الهولندي تأخذنا فيها زميلة رشا خياط في التقرير التالي. يلا تشارك هولندا في أكسبو دبي 2020 بشعار كوكب سعيد مستدام. هكذا يعكس الجناح الهولندي بيئة حيوية متكاملة تعمل على توحيد المياه والطاقة والغذاء. هنا عالم مصغر بنظام مناخي خاص ومبتكر بحلول مستدامة لتوليد الكهرباء والحصاد المائي وزراعة المحاصيل الغذائية من خلال هذه المزرعة العمودية على شكل مخروط يجرى ريه بالمياه المحصودة. Please tell us more about the vertical farm you have here at the Netherlands Pavilion. We are one of the most sustainable pavilions of the expo. We harvest water from the air. It's between 1,000 and 1,500 liters per day. We grow our own food, 9,500 plants, eatable plants, like tomatoes, like asparagus, like mint, like basil. And we get our own energy from our solar panels. بالإضافة إلى ذلك يحظى مخروط الطعام بالظروف المثالية لزراعة فطر المحار وهي البرودة والظلام والرطوبة. خلال جولتنا داخل الجناح الهولندي بتصميمه اللافت رصدنا العديد من المواد المستخدمة مستدامة، فمثلاً هذه الستارة مصنوعة بأنسجة من نشاء الذرة القابل للتحلل البيولوجي، كما أن هذا العطر مستخرج من أحد المزارع في هولندا. يستمتع زوار الجناح الهولندي بعرض رقمي مبهر يعكس دور البلاد في إيجاد حلول للطاقة المتجددة بتقنية جديدة تسمح بتحويل الهواء إلى ماء عن طريق الطاقة الشمسية، وتحديداً إنتاج أمطار صناعية يتم توليدها من خلال تكنولوجيا مبتكرة. من إكسبو دبي 2020 رشا خياط العربية. فعلتها جوجل قبلها وكثيرون آخرون، تغيير الاسم يعني تغيير الوجه والتخلص من المشاكل. بعد سنوات من الفضائح المتكررة والمواجهات الشرسة مع الدول والبرلمانات، قد تكون شركة فيسبوك أيضا على وشك تغيير اسمها. وقال موقع دافيرج إن مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في المؤتمر السنوي الذي تقيمه الشركة الأسبوع المقبل وربما في وقت أقرب. طيب ماذا تعني كلمة فيسبوك؟ تعني كتاب الوجوه، الكتاب الذي انطبعت فيه وجوه 3 مليارات شخص من خلال المنصات المتعددة التي يديرها فيسبوك. الاسم يتغير لكن الوجوه تبقى، عدا ربما وجه إدارة مارك زوكربيرج. ما
ماذا تفعل عندما تصبح ملاحقا ومأزوما؟ ربما تغير اسمك، وبالتحديد ما قد يقوم به موقع فيسبوك الأسبوع المقبل بحسب مصادر مطلعة. في الأثناء يبدو أن القائمين على فيسبوك لم يكفيهم ما أوصلوا العالم إليه من حياة افتراضية، حيث تعتزم الشركة الأشهر في العالم المواقع التواصل توظيف نحو 10,000 مهندس في أوروبا لتطوير العالم الموازي. وخلال السنوات الخمس القادمة يتوقع فيسبوك أو أن يكون قادراً على هذه التكنولوجيا لتزيد التفاعلات البشرية عبر الإنترنت، وذلك من خلال تحريرها من القيود المادية، كل ذلك بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز خصوصاً. طيب، ينضم إلينا صديق البرنامج والمتخصص في شؤون التقنية، يعني عبد الله السبع. اهلا، صباحك الله بالخير. صباح النور والسرور. ما ادري، هي ذكرى اللي تغني الاسامي هي والوجوه تغيرت. يبدو ان فيسبوك راح تغير الوجوه وتغير الاسامي وتصير بس، هل ينفع هالشيء؟ أتوقع أنه التغيير راح يكون للشركة الأم، ما راح يكون للمنصة نفسها، لأنه أنت بذلت جهد كبير على المنصة نفسها والعلامة التجارية حقتها، فما راح تتغير. مثلا الواتساب ما راح تغير اسمه ولا شيء، لكن الشركة الأم أتوقع هي راح تطلع لها اسم، زي ما جوجل طلعت لها شركة أم سمتها ألفابت وانتهينا. فأتوقع أنه قد يكون تغيير الاسم للشركة الأم، وبعدها يكون في توزيع الشركات الصغيرة تحتها لا أكثر ولا أقل. فهذا اللي راح يصير. ما راح يبيع زوكربيرغ على خرابه. لا 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 نهائيا. أوكي، صحيح في مشاكل، لكن مو معناته تغيير، لأنه الاستثمار في العلامة التجارية والاسم التجاري صعب إنك أنت تغيره وتحطه إلى شيء آخر. الارتباط كمان. الناس ارتبطت في الانستغرام، تعودوا على أشياء معينة. طب خليني أفهم منك، يعني ماذا سنستفيد كمستخدمين؟ هل ستتغير الألعاب؟ سيكون هناك ألعاب افتراضية أم سيكون هناك منصة جديدة بشكل آخر؟ طيب، حسب آخر الأخبار تتكلم أن الفيسبوك حاليا قاعد تشتغل على منصة واقع افتراضي جديدة. طبعا المنصة هذه كل الناس قاعد تحاول تكتشف إيش راح يكون في الواقع الافتراضي، لأنه متوقع أن حياتنا وأيضا المنصات التواصل الاجتماعية تكون على الواقع الافتراضي. طبعا هذا شيء متوقع، فلذلك قاعد تحاول منصات مثل الفيسبوك وغيرها أن تكتشف هذا العالم، على الأقل تدخل من مجال الألعاب وتدخل إلى واقع افتراضي من خلال مجال الألعاب، لأن راح يكون معهم أيضا شركات مختصة في الألعاب نفس إبيك جيمز وغيرها من الشركات. فهم قاعد يحاولون يسوون منصة واقع افتراضي قد تستفاد من خلال العمل، زي مثلا في الفترة الحالية احنا نستخدم مايكروسوفت تيمز ونعتمد عليها في العمل، زوم وغيرها. فالفيسبوك حاليا قاعد تحاول توجد هذه المنصة اللي من خلالها راح تكون بداية لمنصة واقع افتراضي للعمل، إلى بداية منصات تواصل اجتماعي افتراضية، أيضا حياة افتراضية مختلفة. فالفكرة بشكل بسيط أنك توجد هذه المنصة وتحاول تبني عليها، وعلى قولتهم أنا أكتشف المستقبل وأحاول أشوفه أحسن ما يجي أحد ثاني يكتشفه وبعدين. بس كنا بنقول أكل نفسي قبل ما حد يأكلني. صحيح. يعني صحيح. عشان يستولى على السوق. صح. فهو قاعد يعني هم توقعاتهم أن السوق راح يكون متجه هنا، فقاعد يحاولون يستثمرون فيه، لكنه ما حد راح يعرف وش راح يصير في المستقبل. هل إحنا أساساً راح نتقبل الواقع الافتراضي؟ هل إحنا أساساً كبشر راح نستخدم الواقع الافتراضي ونعتمد عليها في حياتنا؟ كل الأسئلة هذه ما لها إجابة حالياً، لكنه يجب على الشركات من الآن الاستثمار في هذا المجال والدخول لها بشكل كبير. يعني هذه ما زالت أرض بكر، ويعني خيال خصب إلى الآن لم يطرق. بالتالي فيسبوك ربما لها أذرع أخرى، هل كل هذه الأذرع ستكون من ضمن هذه الشركة مقبلة على هذا الشيء، ولا أنه لا والله إحنا نروح فيسبوك ونلحقها بالآخر؟ الفيسبوك عودتنا أنها تطلع بمنتجات إضافية لها وتشتغل فيها، لو نجحت طلعت المميزات هذه في بقية المنصات كعادتها، لكن الواقع الافتراضي راح يكون شيء مختلف. خلني أعطيك أضرب لك مثال جدا بسيط. الآن لنفترض أن أنت عندك مكتب هندسي في نيويورك، مكتب هندسي في لندن، مكتب هندسي في الرياض، فكيف يجتمعون عن طريق
الفيديو، لكن لنفترض ان احنا قاعد نبني مبنى تمام فالواقع الافتراضي راح يخليك تسوي ايش؟ انه انا وانت ومروة وعادل نلبس النظارات ونبني المبنى مع بعض قدام بعض على الطاولة، ننضم الاجتماعات على الطاولة، فالمعطيات كلها تكون مختلفة. الطبيب في المستقبل لو جاي يعالج المريض راح يكون بشكل مختلف، واضح ان العالم الافتراضي يسيطر على المستقبل بعد، خاصة ان في شركات تستثمر في هذا المجال بقوة، منهم كمان فيسبوك اللي راح يكون شيء مختلف جدا في حياتنا، وهذا الشيء اللي مخوف البشر، لانه اي شيء جديد راح يخوف البشر، وانا من الناس اللي صراحه خايفين صراحه. ان شاء الله خير، يعطيك الف عافيه عبد الله سبعة، كنت معنا في استوديو صباح العربيه. عالمكم بروحكم، انا ماني وياكم قاعد صعب. يوفر العالم الافتراضي قدرة على العيش ومشاهدة العالم الموجود بعيدا عن العالم الواقعي، كذلك فإنه يقدم فرصة للبشر من أجل تطوير المهارات بدقة عالية ورفع القدرة العقلية. المقاييس في العالمين تتشابهان، مثل الشكل الطبيعي للإنسان والأحجام. يستطيع المستخدم تحديد الزمن سواء في الماضي أو المستقبل أو حتى الأحداث والمواقف، ويسمح العالم الافتراضي بمشاركة بيئة مختلفة مع مستخدمين من دول أخرى وعيش اللحظات سوياً كالرقص أو حضور حفل معاً. وبانتظار العالم الافتراضي لا يزال العالم الحقيقي جميلاً وغنياً بالتقاليد والطقوس. نذهب معاً إلى مصر وبالتحديد إلى احتفالات المولد النبوي الشريف. لجل النبي لجل النبي لجل النبي استعدوا له قبل المولد النبي ب 25 يوم، بس بنفرش بقى قبل مولد النبي ب 10 ايام. هنا هو المحل بيبيع ب 70 جنيه الكيلو، هو ابو 25 جنيه اللي احنا بنبيعه ده ب 70 جنيه في المحلات وب 75. لا الاجمال حلو بالصلاه على النبي يعني، وان شاء الله سنه سعيده ويجعلنا سعيد على امه محمد ان شاء الله. اول حاجه العلب بالنسبه لنا، الفوليه والسمسميه والحمصيه دول اساس عند الزبون مقدسين. ملبل حبل عين جمل شكل لما جوز الهند بسيمه. أنا في جاي النبي تكرم عبيدك والنبي، أنا في جاي النبي تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي. موضوع الحلاوة دوت برضه عشان نعود الأطفال إن نحببهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني هو لغة الطفل الحلاوة، ولغتنا إحنا الدين، فبنربط الحلاوة بالدين بالثقافة الدينية، ف بنحاول نقرب له المعلومة الدينية عن طريق الحلاوة. يعني والله يا غالية شوية، بس يعني حاجة لابد منها يعني، فرحة بمعنى صح يعني. يا إلهي بكل عين لأجل النبي لأجل النبي من لعبك ما حد عني. يبقى والله ملينا بعد عامين تقريباً من ظهور الجائحة وارتدائنا للكمامات بشكل يومي، يبدو أننا ربما على وشك الاستغناء عنها. فقد ألغت 4 شركات طيران اسكندنافية شرط ارتداء الكمامات على المسافرين على متن رحلاتها بين الدنمارك النرويج السويد، فمن المقرر أن ترفع كل من خطوط الطيران السويدية النرويجية الفنلندية وكذلك الدنماركية رفع قواعد استخدام الكمامات الصارمة، حيث تعد معدلات التطعيم في الدول الاسكندنافية من أعلى المعدلات في العالم. رغم انطلاق العالم إلى العودة لحياة شبه طبيعية في الكثير من نشاطاته، إلا أن فيروس كورونا ما زال يسجل أرقاماً كبيرة لا سيما في أوروبا. في بريطانيا يعتقد مراقبون صحيون أن متحور دلتا قد تطور إلى دلتا 2، حيث أظهرت متابعة العلماء تحوراً جديداً في السلالة القديمة لدلتا أصبحت تمثل 20% من الإصابات في البلاد. الإصابات عادت للارتفاع مجدداً في المملكة المتحدة التي سجلت خلال الأيام الماضية أكبر عدد من الإصابات منذ شهر يوليو الماضي. ورغم حملات اللقاح الواسعة في البلاد، يعتقد مراقبون أن الأعداد مرشحة للزيادة مع انتهاء الإغلاق منذ أشهر،
فيما يقول باحثون مخبريون إن على بريطانيا توخي الحذر من المتحور المتطور، ومن ذروة جديدة للإصابات في بريطانيا إلى ذروة جديدة من الوفيات في روسيا. فيما العالم يتحدث عن التعافي من جائحة كورونا في هذا البلد الشاسع، الجائحة تبلغ ذروة جديدة مع أكثر من 1000 وفاة سجلت خلال يوم واحد. لكن كيف يكون هذا في بلد كان سباقاً في تطوير اللقاحات ولقاحه سبوتنيك معتمد في 70% من دول العالم؟ الجواب ببساطة، الروس لا يريدون اللقاح. الأرقام مذهلة ومقلقة، ثلث السكان حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح، لكن كم هي نسبة الذين حصلوا على جرعتين؟ ثلث السكان أيضاً. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن لا أحد يريد أن يأخذ اللقاح بخلاف الذين تلقوه. استطلاع للبي بي سي وجد أن 50% من السكان لا يريدون أخذ اللقاح. عدا عن الأجواء الخريفية التي تسهل انتشار الفيروس، الحكومة تركز على تصعيد حملة الإقناع باللقاح. ورغم كل ذلك تشتهر في موسكو سياحة فريدة، سياحة اللقاح، من الدول التي يدخل سكانها روسيا من دون تأشيرة، كصربيا مثلا. لصباح العربية، عبد الجواد الرشد، موسكو. انضم إلينا من الرياض استشاري أمراض صدرية ومعدية الدكتور نزار بهبري، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يعني يا دكتور، في ظل يعني يسعد صباحك ومنورنا أكيد، يعني في ظل ارتفاع أو يعني الكثير من الدول تخلت عن لبس الكمامة بشكل عام، ويمكن في نفس الوقت ارتفعت الإصابات في بعض الدول، في نسب الوفيات كمان في روسيا ارتفعت، كل هذه الأجواء متحور جديد. يمكن إحنا عندنا صبر إن إحنا نتحمل الكمامة، ولكن هل نحن مستعدون للتخلي عن الكمامة خلال الأيام المقبلة؟ أنا أعتقد أننا بإذن الله اقتربنا للأشخاص اللي هم ماخذين لقاحين، أو للأشخاص اللي كبار السن واللي ماخذين الجرعة المنشطة الثالثة. بكل بساطة التقرير حقكم، أنا أتمنى أنه كل اللي من سمعه تقرير رائع إلى أبعد الحدود يبين المقارنة. عندنا صحيح 50,000 إصابة في بريطانيا و 40,000 إصابة يوميا في بريطانيا، في حديث عن متحور هل هو تغير ولا لا، إلى الآن التطعيم فعال ضده، وبالتالي مع هذه عدد الإصابات، إلا إنه الإصابات الحرجة اللي تروح العناية المركزة ولا عدد الوفيات ما زاد في بريطانيا، فبالتالي زي ما بنقول كأنهم ناس جاتهم أعراض خفيفة وجالسين في بيوتهم، وهذا لا يؤثر لا على الاقتصاد ولا على المستشفيات، فبالتالي زي كأنه جاتنا 50,000 إصابة إنفلونزا متعودين عليها من زمان، يجلسوا في بيوتهم يأخذوا إجازة لمدة 3 أيام. لكن لما يكون في روسيا ما هم مقتنعين باللقاح، فتقوم تشوف عدد الإصابات والوفيات والناس اللي موجودين في المستشفيات. بكل بساطة اللقاح لا يوجد أي نوع من الشك الآن في فعاليته، واحتياجنا له للعودة إلى الحياة الطبيعية. شو الدول الاسكندنافية حتى الطيارات بطلوا يلبسوا ماسكات. أي دكتور، يعني عند هذه النقطة خليني أسألك، أنا واحد من الناس ترى ماخذ سبوتنيك وتوني ماخذ فايزر، يعني تقول اللي خلط بنت ولبن. فاليوم واقع الأمر بالطيارات، كانوا يقولون في البدايات من أنه أكثر مكان آمن وفي فلتر للأجواء هي الطيارة، ورغم ذلك كنا نحط الماسك ونسافر. اليوم عملية، يعني قائل من يقول بأنه إذا هو مكان آمن ما أشيل الكمامات وانتهينا، لا تقولوا لنا نسبة التطعيم ما التطعيم، هذا اللي يقولونه، شو ترد عليهم؟ نسبة التطعيم أساس، لا ما شالوا في الدول الاسكندنافية قبل ما وصلوا لنسب تطعيم خرافية. فنبغى نأكد لكل الأشخاص اللي يشوفون الآن، لا التطعيم أساس. فيصير إذا الآن إحنا مثلا قلنا على مثلا خطوط السعودية نأخذها دحين، مثلا قالوا ما تطلع الطيارة إلا أنت عندك جرعتين. إذا عندك جرعتين حيكون من الأقرب، ترى الطيارة من يوم الكورونا من الأول من البدايات كان في دراسات تبين على إنه بسبب نظام التهوية
اللي موجود فيها وبسبب انه يوجد نظام تهوية يسمح بانه الهواء اللي داخل الطائرة يعزل ويتم شفطه بالكامل، فبالتالي هذا النظام الهوائي خلاها من أكثر الوسائل أماناً مقارنة بكثير من الوسائل اللي يتنقلوا بها الناس زي مثلاً الباص أو القطار. فبالتالي في عليها دراسات تبين الطيران، لكن الهدف الأساسي أول إذا بدون كمامة تطعيم، التطعيم جرعتين. الله يسمع منك. وأقول لك على شيء، الظاهر إنك أنت حتحتاج واحدة ثانية فائزة. والله قالوا لي ثنتين، بعد أخذ ثالثة دكتور بس خلاص والله تعبت. لا الظاهر والله حتاخذ واحدة ثالثة فائزة. على قولاتهم جسمي صار مشخال من كل مكان، ماكو بس خلاص انتهينا. يعطيك العافية دكتور نزار، إن شاء الله. دكتور أنا والله يعني وسام يقول لي انتهى، لكن في إشاعات تقول إنه البعض يقول لا حاجة للقاح طالما اليوم في معدلات عالية في العالم من التطعيم، شو تقول؟ لا لا ينسى إنه الناس اللي ما طعمت إلى الآن حتأثر علينا كمجتمع، حتأثر علينا. كل ما بدأت تخف المناعة عند كبار السن أنت اللي راح تكون السبب في نقل العدوى للآخرين. طيب. حلو. فبالتالي لازم تتحمل مسؤوليتك. إذن دكتور نزار بهابري يقول لكم تحملوا مسؤوليتكم وكذلك مسؤولية المجتمع بالتطعيم. شكرا جزيلا لك الدكتور نزار بهابري، استشار أمراض صدرية ومعدية. نروح لي أحلام، لكن هذه المرة ليست أحلام فقط ولكن أحلام اليعقوب على الأرض، تنضم إلينا من معرض جايتكس. أحلام، قبل شوي على العنوان قلت لك فالش ما قبلنا أن تستمر الكمامة معانا، وبالتالي يعني اليوم في بشرة حلوة، الطيران شالوا هالكمامات وبنسافر بدون كمامات، ترجين تقول لنا أن في كمامة متطورة وراح تبقى ويانا على طول، ليش؟ والله يا عادل انت من يوم ما قلت فالك ما قبلنا طلعت سهام وقالت لك في متحور غريب عجيب وطلع على وقال لك ازدياد عدد الوفيات، سو ما ادري انا اللي فالي مو طيب ولا فال العالم. ما ندري. كل الاحوال عادل انتوا تكلمتوا عن اهميه، لا فالك طيب، احنا نقول فالك ما قبلنا اللي تفولين علينا، فالك طيب يلا قولي. الكورونا ايه؟ كلنا ما نبيها. الحلو يا عادل انه الكمامة راح تكون جزء من حياتنا لاحتياجات اخرى، يمكن ضربة كورونا قاسية على الجميع. أيوة. وكلنا كنا متضايقين من الكمامة وكان في عدة مشاكل، يعني مثلا لو سألتك انت مروة وش اكثر شيء كان زعجكم في الكمامة التقليدية؟ انا ما بسمعش الناس لما بيجوا يتكلموا بقولوا ايه ايه كذا مره، ماشي في تواصل بشكل كويس. تخنق معك تخنق ورطوبه و... ايه غيره شنو عندك؟ كيف تعمل تحسس؟ صوت. وعدد كبير من المشاكل إيه؟ الصوت، الكلام ما يوصل، عدم التواصل، عدم وضوح المشاعر، ايضا اللي يلبسوا نظارات. يلا قولي لنا شنو الجديد بشكل جدا كبير بسبب النفس. طيب الجديد للحديث أكثر تنضم لنا هذه الكمامة الذكية. طبعاً كثير شركات طوروا كمامات ذكية، لكن اللي لفتنا في جايتكس وجود هذه الكمامة آخر الإحداثات والتطويرات، تحتوي على 3 فلاتر بثلاث درجات مختلفة، متوسطة ومنخفضة وعالية، طبعاً على حسب الاستخدام. إذا كنت تلعب الرياضة فهي راح تفيدك بنسبة تهوئة وتنقية للهواء بشكل جداً مكثف. أيضاً بالنسبة للي ما كانوا يسمعوا الصوت فيها سماعات بلوتوث. أيوة. فأنت ممكن تحط سماعاتك فيها أيضا مكبر صوت من الداخل، فالكلام رح يوصل بصوت جدا واضح وتسمع الناس، وأيضا عند ممارسة الرياضة تقدر أنك تسمع أغانيك أو تجري مكالماتك بشكل جدا سلس. أيضا من ضمن هذه المزايا من خلال هذه الفلاتر استحالة أن الضباب يوصل للنظارة، فهذا برضو من الحلول المجزية للأشخاص اللي كانوا يعانوا من لبس النظارة. طيب أحلام وقتنا خلص بس تكلفتها عالية، يمكن ده أهم سؤال الناس بتسأله.
نعم التكلفة من 250 إلى 300 دولار تكلفتها جدا ممتازة. وأيضا راح تفيد اللي يشتغلون في المصانع واللي حولهم غازات كثيرة والتلوث الهواء بشكل جدا كبير. إذا الكمامة باقية وتتمدد ليس فقط بسبب كورونا. أحلام شكرا جزيلا لك، هديتك مقبولة، يبيها وياك وانت جاية قواك الله، وأنا أقابلها الهدية منك. ناطرين الكمامة. يعتبر صنع المحتوى واليوتيوبر محمد سال المعروف بسال أحد الوجوه المؤثرة في عالم السوشيال ميديا بمنطقة الخليج العربي، حيث ينشط في العديد من المجالات، وقد حصل مؤخرا على لقب صديق اللاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يوثق محمد رحلاته إلى مخيمات اللاجئين في دول عدة، وكذلك هو رحالة بامتياز، حيث يصور الفيديوهات التي تعرف أو تعرف متابعيه على مناطق غريبة وجديدة ساحرة حول العالم. طيب للمزيد هنا معنا ويسعدنا ان نستضيف محمد سال مؤثر وصانع المحتوى. محمد صباح الخير. يا اهلا صباح النور. يا اهلا وسهلا. والله ودي اسالك عن اللاجئين، ودي اسالك عن صناعه المحتوى، ودي اسالك عن علاقتك باصدقائك، لكن ودي اسالك عن النهايه اللي فتحت لك باب جديد. محمد الانسان، وين النهايه اللي كانت هي نقطه بدايه له وتحول؟ MBC مع برنامج دول. كانت شوية أخذتني من السوشيال ميديا والحوسة اللي في السوشيال ميديا لمكان أعلى. وخلينا نقول بديت أشوف كل شيء بشكل واضح أكثر. من MBC صار في شفت في حياتي المهنية كاملة، سواء كمحتوى أثر على المحتوى تبعي، سواء مع اللاجئين، هذا كله بعد MBC. فالنهاية ونقطة البداية كانت برنامج الجدار. يعني هذا التطور المهني جاء بعد خطوة MBC وتقديمك للبرامج. خليني أفهم منك، يعني اختيارك لهذه الصفة أو هذا اللقب كسفير للأمم المتحدة للاجئين كيف جاء؟ أنا عارفة أن أنت بتحب العمل الإنساني واشتغلت عليه كثير خاصة للاجئين، كلمنا عن هذه التجربة كيف كانت؟ هي في البداية صراحة بدأت أن المفوضية كلمونا عشان نغطي أحد مخيمات اللاجئين في لبنان، اللاجئين السوريين طبعا. هذيك المرة رحت وأنا فاهم لا شيء عن اللاجئين. أعرف اللاجئين هم ناس كانوا في مدن في أمن وأمان في فترة من الفترات، صاروا بلا مأوى، صاروا بلا غذاء، صاروا بلا عائلة. هذا كل اللي أعرفه عن اللاجئين. الرحلة الأولى كانت صراحة مختلفة جداً، لأنه فيها شوية واقعية، فيها حقيقة، أنه اللاجئين مو بس رقم نسمع، أنه والله عدد اللاجئين في الدولة الفلانية كذا، لا، هي قصص حقيقية وفيها تفاصيل أكثر، ونتكلم عن كل عائلة داخل القصة قصة، يعني قصة واحدة شاملة للجميع، اللي هي الحرب أو الوجود غير وجود المأوى، بس فيه تفاصيل أكثر وظروف أكثر عند كل شخص منهم. قابلنا أشخاص كانوا أغنياء في يوم من الأيام صار حتى وأنتوا بكرامة جزمة ما عنده، فكانت شوية قاسية علي أنا شخصيا، جدا قاسية. أثرت فيك إلى أي مدى من أنه غيرت محمد من صانع محتوى إلى صانع محتوى آخر وإنسانيا كيف أثرت؟ كان لها دور كبير في النضج صراحة. اللي مريت فيه كانت هدتني شوي. هدت اللي دقيق وين رايح؟ اي وين رايح؟ ايش تبي بالضبط؟ اللي شوف حول ليها وجوه اخرى. انا محمد، يعني عندي انا مشكلة انه في ناس كثير يسعون الى عمل الخير، في جمعيات خيرية بين قوسين ربما تذهب في اتجاه خاطئ،
شو تقول لهم ذيلا الشباب اللي أيضا يروح ويساعد لاجئين ويساعد ناس محتاجين؟ شوف كل شخص عنده هذا الجانب. أي كل واحد فيه خير. أي كل شخص في الحياة فيه طيب. خير. هو مين يغلب أكثر؟ والحياة وين تحطك؟ أحيانا تحطك هنا. بس الخير ممكن يوديك ب. طريق. كلنا نحاول. كلنا نحاول. أنت تحاول هي تحاول وأنا أحاول. أحيانا تضبط أحيانا. لا الحمد لله أنا الله حطني مع المفوضية اللاجئين ومكان موثوق ومكان يعني صح. حتى يعني الدولة في السعودية تثق بهذا المكان لأنه في تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمفوضية العامة للاجئين ففيه المكان هذا كان جدا صحيح والحمد لله أنه الله حطني فيه طيب محمد خلينا نروح ونتابع مقطع آخر من المحتوى والذي تصنعه ونرجع تاني نناقش بقية المواضيع وبعد كذا انتقلنا من مخيمات اللاجئين إلى أحد المقرات اللي ماسكينها الأمم المتحدة عشان نساعد اللاجئين في طبخ الإفطار الحين إحنا في مكان هنا دقيقة هو المكان مين؟ باش حمود ها؟ باش حمود أيوة إيش حنسوي؟ يعني هذه التجارب إلى أي مدى ستغير من حياة محمد في المستقبل؟ أنت كنت صانع محتوى ويعني أشياء كده لايت والناس حابة تشوفها وأن أنت بتعرفهم على بلدان مختلفة لكن بعد هذه النقلة النوعية في حياة محمد ما هو القادم؟ ما هو القادم؟ احنا حولنا شوية صراحة في الفترة الحالية تحولت شوية للبزنس يعني الحمد لله يوم الجمعة افتتاح كافي اسمه لم فاتحينه بالرياض وهو مو بس كافي لا هو خدمة مجتمعية أكثر من أنه كافي يعني احنا ما نبغى نكون قهوة بس لا احنا شيء أكبر بروجكت كبير مرة راح يكون فيه رحلات يعني راح يكون هو نقطة تجمع أي شخص ساكن في الكوميونيتي اللي حول الكافي فإحنا بانين هذا المكان للناس تقبلون الغرباء يعني؟ أكيد نجيكم يا أهلاً وسهلاً يا حبيبي تنورنا في يعني أي وقت لأي أحد من الممكن أنه يدخل طبعاً 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 بس هو مكان أكثر هو مكان دائم يعني عارف المكان اللي تروح لك اليوم هذا إحنا طيب تقديم البرامج محمد قال لأن وقتنا خلص حتكون فيه من جديد أكيد طبعاً أنا ما لي غنى أنا صراحة حطيت هنا ولا عاد أقدر أطلع أنا تورطت بس المحتوى سيتغير المحتوى سيتغير جداً مو بكيفي غصب عني خلاص كبرنا خلاص بطلنا نلعب خلاص الحين في الثلاثين توني قبل أمس في الثلاثين وكبرت قبل أمس توني كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة يعني وسلامة خليني أقول لك أنه الثلاثين يعني بالتالي هي تجربة جديدة وربما أنت خذت تجارب ورأيت هي نتيجة العشرينات زين والله احلى هذه الجوهره يا اخوي جوهره التاج تاج العمر هذه اي بالضبط هي التجارب طيب. هذه كلها اللي في العشرينات نتيجتها انا في النتيجه ما راح تكون مجنون لازم ايوه لازم الجنون لازم من لسه توني فيني طاقه للحين بالعكس بس راح تكون في السفر استمتع بالثلاثينات ممتعه الثلاثينات يعطيك الف عافيه محمد الله يعافيك ومقدم برامج وصانع محتوى Ready? Did you wear your abaya? Right here. Okay, good. يلا مشينا. والحين جينا للجلسة الجميلة هذه مع الشبيب الله يعطيك العافية في الضوء نتدفى وبعدين نروح نتعشى. قد يتسبب الأبناء في المستقبل أو يسبب العقوبة لذويهم في حال ارتكبوا فعلا سيئا هذا وفق البرلمان الصيني الذي يدرس تشريعا لمعاقبة الأباء في حال قيام أبنائهم بسلوك بالغ السوء أو ارتكاب جريمة القانون المسمى بقانون تعزيز التربية الأسرية ينص على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لحضور برامج للتوجيه الأسري إذا وجد المشرعون أن أبنائهم أو البعض من أبنائهم اتبعوا سلوكا بالغ السوء أو إجراميا حيث يعتبرون أن أساس التصرف السيء هو في افتقار الأبناء للتربية الأسرية
أو عدم الحصول على القدر الكافي منها. للمزيد تنضم إلينا في استوديو أسماء نزار إدلبي، استشارية علم نفس السلوكي ومعرفي. أهلا بك معنا، صباح الخير. يعني جايبين لنا الكلام ولدنا، بس خليني أفهم منك، إيه هو المنطق اللي بيقول إنه أنا أتعاقب على تصرفات أولادي؟ يعني التربية كل حاجة؟ جميل. فعليا في عنا مدرستين، في عندك المدرسة اللي بتحكي عن الوراثة، وفي المدرسة اللي بتحكي عن البيئة، تأثير الوراثة والشخصية الطفل على سلوكياته والبيهيفير تبعه أو تأثير البيئة. خلينا نحكي عن موضوع البيئة، هل البيئة هن فقط الأهل؟ السؤال يطرح نفسه، يعني هل أنا فعلا أنا الوحيدة المؤثرة بسلوكيات أبنائي واعتقاداتهم وهرم قيمهم وسلوكياتهم؟ أكيد لا. نحن لما نحكي عن البيئة بنحكي بعناصر أشمل وأعم، نحن عم نحكي عن البرامج التلفزيونية اللي بيشوفوها، الألعاب اللي بيلعبوها، عم نحكي عن المدرسة، عم نحكي عن ثقافة المجتمع بشكل عام، عم نحكي عن الأهل كعنصر إحدى العناصر اللي موجودة. فعليا لما نحكي عن مرحلة المراهقة اللي هي من عمر 12 ل 16 أو لعشرين سنة، قديش بيكون تأثير الأهل على سلوكيات أبنائهم؟ بظن القرار لحتى نقدر نشوفه كتشريع وقوانين لازم نعمل زوم أوت شوي، أبعد شوي، لحتى نقدر نشوف القوانين بالصين بشكل عام كيف جاي. هذا في الصين، بس خلينا نحكي سوا ونرتبها ونطبقها هون بالوطن العربي. تعالي حسبة وبيناتنا اليوم، الأهل إذا كان الأم ولا الأب مشغول برا مع أصدقائه بالقهوة إلى آخره بالديوانية، الأم مشغولة مع صديقاتها على الواتساب، الولد متروك لشخص آخر أو لمستقبل أنه هو يربي. هذه جزء من العقوبة التي يستحق الأهل. أكيد جزء. طيب. أكيد جزء، ولكن مو كل. يعني نحن خلينا نكون منطقيين، أنا إذا بدي حط ضوابط للإعلام بدي حط ضوابط للمدرسة، بدي حط ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي. مثلا هلا بالصين ما في تيك توك، في تطبيق تاني دوين اسمه، حقيقة هذا التطبيق ممنوع يدخلوا الأولاد إلا بأسمائهم الحقيقية، المفروض يحدد بأربعين دقيقة بعدين بيطفي التطبيق، ما بيقدروا يستخدموه أكثر طبعا إلا إذا صار في هاكر وصار في أشياء تانية. طيب. فبدي أضبط كل عناصر البيئة مع بعض، أكيد أنا مع هذا الخطوة إذا بدي أضبط كل العناصر مع بعض. إذا أنا بدي ما أمسك فقط الأهل هن الوحيدين المحاسبين، ولكن هي مجموعة من العناصر المشتركة بتكوين سلوك الطفل. إحنا هنكمل كلامنا ونعرف إزاي نضبط هذه العملية، ولكن خلينا نشوف آراء الناس حول هذا الموضوع. ما رأيك فرضنا عليه طرحنا سؤال، وهو ما رأيك بفرض عقوبات على الأهل بسبب سلوكيات وتصرفات أبنائهم الخاطئة؟ من مصر والسعودية خلينا نشوف. أنا وجهة نظري أنه لا يجب عقوبات على الأهل، ولكن يجب توجيه الأهل. الفرض يكون على الطفل، فالطفل هو اللي راح يتأدب، راح ينحط له عقوبة بس بعيد عن التانيث. طيب أنا كمربية أشوف من وجهة نظري إنه العقوبة تكون على الأم والأب مو على الطفل، لأنه الطفل إذا صدر منه أي تصرف أو سلوك خاطئ ممكن يكون نتيجة إهمال، ممكن بيلفت نظر الأم والأب، ممكن محتاج يعني حب وحنان تشجيع. في سلوكيات هي تكون معتمدة في الأساس على الأهل، على تربية الأهل، فهذه ممكن يعتمد عليها عقوبة، لكن في سلوكيات سبحان الله الأطفال مو دائما تقدر تتحكم فيهم. أنا أيد العقوبة بس بالشروط، حسب سن الطفل والخطأ اللي هو سواه. لا أؤيد عقوبة الأهل أو الطفل، إنما التوجيه والإرشاد للطفل مهما كانت العقوبة، مهما كانت الخطأ. حاجة كويسة بالنسبة إن هو كل واحد وكل رب منزل هيحافظ على ابنه من اتجاه إن مفيش أطفال تبقى مشردة في الشوارع، مفيش حاجة سلبية تبقى موجودة بين الأطفال ونفسها. أنا عاجبني إن يكون في رضع للأبناء، بس حسب برضو يعني في حد يعني أبناء بتتصرف من وراء أهليهم تصرفات غلط. شيء واقعي وشيء جميل يعني إن إحنا نبتدي ناخد هذا الإجراء زي بلاد متحضرة كلها، لأن إحنا بنلاقي دلوقتي الطفل عنده 6 سنين ويشرب سجاير. أنا مع القرار إنه يزرع عقوبات على الأم أو الأب، تمام، في تربية أبنائهم الصغار.
أنا برشح إن فرض عقوبات على الأهل بسبب التربية الخطأ. إن الناس دلوقتي ما بيعرفش تربي، غني أو فقير أو متوسط أو أي حاجة، محدش بيعرف يربي. قليل قوي بقى. يعني أسماء، يصعب السيطرة على كل العناصر المحيطة بالطفل خاصة في مرحلة المراهقة، يعني من بيت إلى آخر بتختلف التربية، ويمكن يكونوا طفلين في نفس البيت، التربية تكون مش التربية، بحس أنه الطفل بيكون مختلف، ليست فقط التربية، بيكون حد ناجح في شغله، حد قادر أنه هو يحقق نجاح في مختلف الأشياء، والشخص الثاني فاسد. يعني ما هو السبب وراء هذا الخلل؟ أوقات الاستعداد النفسي أو نمط الشخصية، بالإضافة لطريقة الأهل لما تستخدم نفس الأسلوب التربوي مع كل أبنائها، وهي تعتقد أنه هذا من العدل. من غير العدل أني أنا استخدم نفس الأسلوب التربوي، ما ينفع لك ممكن ما ينفع لشخص ثاني. بالنهاية في عنا مجموعة من الصفات والسمات اللي بتكون موجودة بالطفل. طفل بيمشي بالترغيب، طفل بيمشي بالترهيب، طفل بيمشي بالحوار والتواصل، طفل بيمشي بال التحفيز والمكافآت والإنجاز المعنوي، وهي مجموعة شيء مختلف. مش باب الحارة، لكن الأب كان عندما يدخل البيت يهز أركان البيت، في احترام للأب، في وجود، وهذا الخوف وإن كان خوفا وحبا تربية. الأم أيضا كان لها مكانة، اليوم اختلف الوضع، ليس الأهل أيضا مسؤولون عن هذا عن ذلك؟ الأهل مسؤولين عن جزئية معينة، أنا معك بهذا الموضوع. خلينا نقول كاستشراف للمستقبل، إذا بدنا نحكي عن استشراف للمستقبل، مثل ما في قوانين وتشريعات بتحد من استخدام التبغ لأثره السلبي على المجتمع. ما كنا نخطئ لأن نخاف من عقاب الأب والأم، ولكن الآن نحن مدينة صغيرة، حول العالم لمدينة صغيرة. إذا الآن أنا كان في عندي مجموعة من العادات والقيم المجتمعية اللي بتخليني التزم أني أنا العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة عيب، وتحكمها عديد من الضوابط، حتى النظرة كان في عليها ضابط، ضابط أخلاقي. الآن بيفتحوا لايف وبياخدوا فلوس وهو عم يعمل تصرفات خاطئة. لما أبنائنا يتعرضوا لهذا الشيء بشكل كتير كبير، وخصوصي الفئة العمرية، إحنا عم نحكي عن مراهقة، المراهقة بيخف فيها أثر الأهل. طبعا دور الأهل كتير مهم بالمراحل العمرية النمائية المبكرة، بناء قيم، توجيه، إثراء البيئة، استغلال الأوقات بشيء يسري مهاراته وقدراته وأنشطة تفرغ طاقاته، وبعدين بيبلش مبدأ الثقافة المجتمع هو السائد. الآن اليافعين والمراهقين الترند هن اللي بيلحقوه. فإذا خلينا نشوف قوانين، قانون مثل وديمة، قانون حماية الطفل، تمام؟ بيحكي إنه يمنع تعرض الطفل لأي إساءة. طيب أي إساءة بتخليه ينشأ بطريقة غير سوية، بتأثر على نشوء السوي، النفسي السوي، الجسدي السوي. هل المواقع التواصل الافتراضي بما تبثه الآن بطريقة مفتوحة بدون تحديد حتأثر على نمو الجيل القادم؟ أجل، أنا مع إنه نحد، نعمل ضوابط ونحد، أكيد نعمل ضوابط للأهالي. سيكسرون هذه القيود حتماً، يعني هذا الجيل دائما يحاول ان يبتكر، عم نلاقي تشوهات يعني كهويه جنسيه، عم نلاقي تشوهات حقيقه. طبعا الهويه الجنسيه غير الميول، هذا راح نتكلم عنه في وقت اخر. اسماء نزار دلبي، شكرا، استشاريه علم النفس السلوكي المعرفي، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافيه. طيب نعود إلى مهرجان الجونة من جديد، أكثر من جدل، والجدل يعني الأضواء. أحد المسائل الجدلية هو التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. الزميلة ندى حجازي طرحت نفس السؤال على الفنانين، ماذا أجابوا؟ نتابع لنعرف. سألنا الفنانين عن آرائهم في حملة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذا ما حصلنا عليه. هو الموضوع ده بالنسبه لي مرعب، الفكره نفسها مرعبه بصراحه، يعني قريتها يعني لو هي حاجه مفيده اوكي، بس انا ما اعرفش دينيا اصلا ينفع او لا، دار الافتاء قالت يجوز. لو حاجه هتفيد الناس ما فيش مشكله، عمري ما فكرت فيها، بس انا لما بشوف كده فكره الاعضاء والتبرع بتاع بتجيب لي شويه رعب. انا بلاقي انه هذا الشيء كتير بيرسونال وكتير شخصي، وفي ناس حابين هالشيء واتس فيري سيلفليس ان الواحد يعمل هالشيء، في ناس بيخافوا. انا ضد التبرع بالاعضاء بعد الوفاه، لان انا بعتقد انه الجسد والروح دول مش ملكنا، ملك الله سبحانه وتعالى. و يعني هو ده رأي يحترم، كل واحد حر في رأيه، كل واحد حر في معتقداته، وهو عايز يعمل ايه في حياته ما تقدريش تناقشيه، هو حر، كل واحد حر شايف كل حاجة من وجهة نظره هو.
وجهات النظر بتختلف في النهاية. ما بعرف لسه، ما فكرت صراحة بالموضوع هذا، بس كل إنسان حر بجسده وبيعمل فيه اللي بده إياه، سواء هو حي أو هو مش على قيد الحياة. أنا مع التبرع بالقضاء، لسه ما عملتش الكارد، بس أنا شايف إنك دي حاجة سامية جدا، إن الإنسان يعني بعد رحيله عن هذه الحياة إلى الحياة التانية يقدر يفيد حد. طبعا بتهيألي لو ممكن تنقذي حد في قلبه دمه عضو ماشي، لكن تسأليني أنا أعمل ده في نفسي أنا لما أموت أكتبها؟ لو أنا خلاص مش هبقى موجودة وفي حاجة في جسمي هتساعد حد تاني يبقى موجود، دي حاجة حلوة قوي إن أنا أعملها لحد. طيب للمزيد تنضم إلينا من الجونة مراسلة العربية ندى حجازي. يا ندى صباح الخير. صباح رايح الجونة تعملي مشاكل ليه يا ندى؟ أول مرة دي ولا في وقعة بقى ولا بحر ولا حاجة؟ طيب واقفة بعيد عن البحر خالص. انت بتسألي أسئلة أيضا صعبة. عاملين إيه ندى؟ خليني أسألك إنه الأفلام اليوم أيضا كان في ضجة على فيلم عرض، تعطينا التفاصيل أكثر؟ هو الفترة اللي فاتت كان في أكتر من فيلم كمان أثار الجدل. امبارح كان في فيلم أميرة بس ما كانش مثير للجدل بطريقة زي ريش. فيلم أميرة كان الناس كانت جاية من كل بلاد العالم تقريبا تحضره، لأنه كمان فيلم أخذ ثلاث جوائز سوري في فينيسيا، لكن لازال الجدل حوالين فيلم ريش مستمر. علشان كده النهاردة سوري امبارح سألنا الفنانين على الريد كاربت عن رأيهم في الفيلم بعد ما شافوه، وكمان رأيهم في انسحاب بعض الفنانين من صالة العرض خلال مشاهدة الفيلم. أفلام موجودة ليكون فيها الجدل، الأفلام موجودة لواحد يحبها واحد ما يحبها، واحد يتعرف فيها واحد تقهره واتسترا اتسترا. هيدا يعني عبارة عن يعني كواليتي كويسة بالفيلم، لأنه إذا الفيلم بيخلي الناس يحكوا عنه يعني نجح المخرج بطريقة. شايف طبعا أنه عمل قيل وقال بشكل كبير، الفيلم حائز على جوائز في مهرجان كان، وفيلم فكرة ان احنا ناس بقى عاجبها او مش عاجبها، ده كل واحد يعني براحته يعجبها او لا. انا شايف ان مصر اكبر من كده بكتير، مش فيلم اللي هيأثر على سمعة مصر. حلو جدا بقى ان الناس تتفرج ويحصل جدل، يحصل اتفاق، يحصل اختلاف، ده طبيعي، ده جزء من العملية الفنية، ان ناس تتفق وناس ما تتفقش، ناس تشوف عمل فني حلو وناس تشوفه لا، ناس يعني ده طبيعي وده الصح وده الطبيعي. وريش كان عليه جدل كبير قوي بعد، لان في ناس حبته في ناس ما حبتوش، انا من الناس اللي حبته، عجبني الستايل، عجبني في رؤية، في مخرج من أول ثانية في الفيلم الآخر، من أول فريم لآخر فريم عارف هو عايز يبين إيه. احنا على فكرة ما سألناش بس الفنانين عن الفيلم، احنا كمان لعبنا معاهم جيمز كتير جدا، وطلبنا منهم ان هم يغنوا لنا ويقلدوا لنا شخصيات كرتونية كانوا بيحبوها وهم صغيرين. حاول تقلد لنا شخصية كرتونية كنت بتحبها وانت صغير. هيا يا عمر اني منتظر الكرة. بحب موشو اللي هو التعبان بتاع مولان، ولحد دلوقتي هيز ماي فيفرت، يعني نفسي بقى عندي صاحب زيه. انا التنين الحجري اللي انا فاكراه يعني. ماروكو. انا احب البطاطا واحب البطيخ، انا احب الفاصوليا واحب الطبيخ. فاكره بكار ده اللي فاكراه يعني. فاكره كلمه في كرتون كتير حبيته، هو فيلم مش بس كرتون، اسمه Who Framed Roger Rabbit. وجيسيكا رابت من الشخصيات المفضلة عندي، وبتقول I'm not bad I'm just drawn that way. بحب كتير هالسنتنس. في شخصية كده ست عجوزة جدا في مولان كانت تقول لها أنا كنت عارفة إن البت دي هتجيب لنا مصيبة، مش هي اللي طيرت رأس الواد التاني، لا 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 البت دي هتجيب لنا مصيبة، أنا قلت لكم هيا بينا والحاجات دي فاهمة، دعونا ننطلق. يعني دايما بيكون في مفاجآت على ريد كاربت في مهرجان الجونة، وفي شخصيات كده بتطلع عايشين بيعيش طفولتهم من جديد في الجونة. خليني أسألك ندى، إيه الشخصية الكرتونية اللي مفضلة عندك اللي ممكن تقلدها لنا دلوقتي على الهواء؟ مش انت بتعملي مقالب في الناس؟ يلا هتطلع عليك. ايه ده؟ شخصية كرتونية كنت بحبها، انا كنت بحب تيمون وبومبا جدا. طب هتقلدي مين فيهم؟ بس مش عارفة إذا كنت أقدر أقلده. كان بيقعد يقول له أنا بحبك قوي يا بومبا، أنت صديق صدوق. أنت كنت بتحبي إيه يا مروة؟ لا يعني أنا ما بحب ناس ما بتتقلدش. طبعا جاري أكيد لغاية دلوقتي إحنا بنحب نتفرج عليه. عادل.
خليني اسالك عن السينما. دايما بتهرب. لا انا مو دايما بهرب. لا لا اللي كانت دايما تعلق معك مسكوله. مش انا بتاعت مشاكل. انا من ايام الابيض واسود مش هتفتكره ولا هتعرفوه. طب خليني اسالك المهرجان ايه المتوقع للافلام الجديده اللي حتكون؟ وخلاص يعني فاضل يومين وبعدين الكلوزنج يوم الجمعة. بس يعني الأفلام الجاية أعتقد إن هي هتكون إن شاء الله حلوة، والناس يعني الحضور دلوقتي بقى أكتر حتى من الفترة اللي فاتت من أول المهرجان. لأ في حضور أكبر للفنانين واليوتيوبرز كمان على الريد كاربت، يعني واضح إن في ناس كتير جدا مهتمة إنها تيجي تحضر الأفلام الجاية. فيعني وي هوب كده إنه الأفلام بقى تعدي على خير وما يكونش في جدل كبير كده تاني، أو يكون جدل إيجابي يعني. يا ندى أكيد هيكون هناك تغطيات مستمرة خلال الأيام المقبلة حتى نهاية نهاية مهرجان الجونة. يعطيك ألف عافية مراسلة العربية ندى حجازي. ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الفارسي، قدمت دار لانفي مجموعتها في إحدى صالات عروض الموسيقى الكلاسيكية في العاصمة الفرنسية، مجموعة مستوحاة من حقبة ما بين الحربين، الحرب العالمية الأولى والثانية. ليت بزاري ومعه كل التفاصيل في هذا التقرير من باريس، نتابع. في أحد أهم صالات العروض المسرحية والموسيقية في العاصمة الفرنسية سال بلايال، قدم بغنو سيلالي مصمم دار لانفار الأزياء مجموعته الجديدة للربيع والصيف القادمين، والذي أراد من خلالها تكريم مؤسسة دار الأزياء هذه أي جان لانفار التي أسست في عشرينيات القرن الماضي. مجموعة بدت ديناميكية ورومانسية في آن، ما يعكس روحا شبابية جسدت في الفساتين التي حيكت من التويل، وأخرى أظهرت التريكو غير المبطن كبيرة الحجم خفيفة الوزن. استوحيت عرض مجموعتي من عشرينيات القرن الماضي لأهمية هذه الدار في هذه الحقبة التي تقع بين الحرب العالمية الأولى والثانية. فهذه الدار قامت بنقلة نوعية في صيحات الموضة وحتى النهضة الاقتصادية في فرنسا. تلألأت زخرفة الترتر المستوحاة من فستان كونشيرتو الذي صممته الدار في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي تمت حياكته اليوم على شكل لوحات وضعت على فساتين الشيفون. كما تم تقريب المسافة بين الماضي والحاضر في قطع مجموعة لونفان هذا الموسم، إذ شوهدت بدلات تناسب الرجال في القطع اليومية مصنوعة من طبقات ناعمة ومريحة. كما تم التعاون مع شركة وارنر براز في مجموعة برينو سيلالي من خلال صور لشخصيات الكتاب الهزلي الأيقوني باتمان وكاتومان بمطبوعاته ورسوماته. أما الألوان المشبعة لتلك اللوحات الهزلية فقد برزت في قطع عرضت بالألوان الأزرق البترولي وال البنفسجي والقرمزي. واختتمت عارضة الأزياء البريطانية ناومي كامبل بارتداء كاب أسود طويل أنيق يحمل خفية في حركة من ترتديه. ما تحكيه دار لانفار للمرأة هو حقا مذهل. أنا شخصيا عندما أرتدي قطعها أشعر بالثقة بنفسي وأكون بأبهى حلة ومظهر جميل وأنيق. قد تبدو هذه القطع الكبيرة الحجم ثقيلة الوزن، لكن الفرنسي برينو سيلالي مصمم المجموعة برع بإظهار هذه الخدعة البصرية. فالأحجام التي شوهدت هي بكل بساطة حكت من أقمشة خفيفة تضفي مظهرا شبابيا بعيدا شيئا ما عن مظاهر عشرينيات القرن الماضي. من عرض أزياء دار لانفار، ليث بزاري، العربية، باريس. طيب مبارح قلنا لكم الأزرق غير مبروك. اي ما الله يبارك فيك، ولا حد يزعل من النصراوية، الروح الرياضية أهم شيء. اثنينكم تمثلون الكرة السعودية والعربية، وبالتالي إن شاء الله الفال الكاس للهلال. تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز بهدفين لواحد على حساب مواطنة وجارة النصر السعودي في مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء. المباراة جرت في ملعب مرسول بارك في الرياض، ويلتقي الهلال في النهائي مع الفريق الفائز في مواجهة أولسان الكوري الجنوبي مع مواطنة يوهانغ المقررة الأربعاء. إذن المواجهة القادمة سعودية كورية.
والله ها؟ للمزيد ينضم إلينا في استوديو الصحفي الرياضي لطفي الزعبي لحدثنا عن تفاصيل هذه المباراة. يعطيك ألف عافية. صباح الخير. صباح الخير، كيف الحال؟ يعني ما لك علاقة بي أرجوك. لا مش من أولها يعني. خلينا نبدأ بس عشان نحمي من أولها. طيب يعني لطفي، أنت أكيد شفت كل تفاصيل المباراة، خلينا نتكلم عن هذا الفوز. الهلال يتأهل النهائي الأسيوي. نعم. باحثا عن اللقب الأسيوي الرابع في تاريخه، ويخسر. نعم. النصر فرصة التأهل لأول مرة لنهائي دوري أبطال آسيا. نعم. النصر هو ب2000 طلع لهذا الدور، وهي ثاني مرة، وكانت فرصة له أنه يتأهل النهائي. الهلال فايز 3 مرات باللقب، بس على اللقب الرابع. المواجهة تكون مع الفرق الكورية، النهائي اليوم نصف النهائي الآخر فرقين كوريين، الكوريين فايزين 13 مرة باللقب، أكثر فرق. فرق آسيا، شرق آسيا وغرب آسيا، اللي احنا غرب صح؟ هم شرق احنا غرب، هم فايزين حوالي 22 أو 23 مرة باللقب. خبير رياضي ومدرس جغرافيا. بالضبط. إيه ده كله ضرب ضرب في الشيء. تفضل. فإحنا فايزين ك 11 مرة، الهلال 3 مرات، سد مرتين، مين كمان؟ العين مرة واحدة. الخير بقبال إن شاء الله، والهلال المرة القادمة. فالعرب وضعهم يعني يعتبر جيد، لكن نص يعني أهم تكن شرق آسيا وبتحكي عن أستراليا معها. كنتائج تعتبر جيدة، لكن يفضل أنه يعني يكون حضورنا أكثر. هلا النهائي بيثبت مين أفضل، يعني أنه فرق شرق آسيا أو فرق غرب. خلني أحسبها وياك. نعم. اليوم راح نترك كل النص، والله كل المحاضرين، لكن على الورق النصر كان أفضل قبل دخول المباراة. على الورق، على الورق. ما الذي حدث في المباراة اللي غير كل هذا الجسم؟ ليش أفضل؟ يعني لأنه فاز على الوحدة 5 بس، مش لأنه لا أحسن. لا حتى كان في حالة من التوتر عند جمهور الهلال. الهلال في هذه المباراة النصر رابع الترتيب، الهلال سابع، بس هم كل واحد له 12 نقطة، يعني نفس الإشي. فارق الأهداف، فهم عمليا على الورق زي ما أنت قلت، نظريا النصر يعتبر، ولأنه فايز 5 طبعا، فايز 5 حيكتسح. الآن صار في مشاكل في المباراة. أولا تقدم الهلال أعطى روح قوية للاعبين وللجمهور، واندفاع كبير. طرد علي اللجاني في الدقيقة تقريبا بآخر بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول. هذا الطرد هلا بصراحة يعني بالإعادات شفنا أنه كان فرمل على الكرة، لكن رجله كانت عالية وجت على منتصف الساق. ما علينا، الحكم قرر حكم طرد. لا تدخلنا طرد، يعني تلعب 10 لاعبين، يعني بذل جهد أكثر. طيب. لياقة أكثر، تركيز، تفتقد التركيز أكثر لأنك دائما خايف وبدك تلعب على الهجمات المرتدة عشان ترجع تدافع. كل الفريق تحطي عذر لطفي. ما بعطي عذر. لا لا بلا، قاعد تحطي عذر. الهلال افضل. طيب ما انا ما هو انا بلعب ب10، ما بلعب ب11. ما انا ما يعني الطرد ده هو اللي عمل حاله نفسيه عند الطرد. الطرد للنصر اثر على الفريق، حاله الطرد. يعني ما بتعرفش الطرد كان هيحصل الفوز للنصر؟ لا انا ما بعرف. بعلمش بالغيب، بس الهلال شوفي تاريخيا المواجهات، يمكن لاعبين 168 مباراه مع بعض. الفوز الاكثر للهلال، البطولات الدوري للهلال، الأكثر فوزاً، الأكثر إنجازاً الهلال. ولكن المنافسة بينهم أهلي زمالك، ريال برشا، مين ما بدك، يعني دايماً تأخذ طابع مختلف وما في مقياس. العام النصر كان ترتيبه 9، لعبوا في الدوري فاز النصر، الهلال كان ثاني وأول بينافس على الزعامة. طيب. فاز النصر مرتين. المعيار بالفوز هون، هذه مباراة بطولة بالنسبة لهم، لما بيلعبوا مع بعض هي حرب داحس والغبرة. زميلنا المنتج ماجد إبراهيم مختفي، نصراوي، ما شفنا عليه. بعرفه، ما متذكر. مبارك للهلال. أنت هلالي تشجع الهلال صح؟ أنا محايد وأشجع ريال مدريد. شكرا لطفي الزهبي الخبير الرياضي أو الصحفي الرياضي أو كلهم مع بعض. يلا شكرا جزيلا لك. شكرا.
قصدها. طيب ربنا يستر عليك على تويتر. ها مصر هتلاقي فيه هجوم. يعني هذه ميو رياضية وبالتالي كل واحد حر. أيوة أنا أكيد إنسان طبعا خبي. بس يعني هو في غيرة بالعكس شوية على النادي اللي بيلعبه. الإبهار أنت واضح بتشجع فريق ولكنك تتحدث بحياد تحترم. ما تظلم الآخر. طيب. هذا يعني سواء فاز الهلال يعني هذه المنافسة وحتى في خسارة النصر أيضا منافسة. نعم هو إله يعني عنده مبرر أنه مدريدي فهذا بيغفر له ذنوبه كله. طيب. الملوك. وصلنا لآخر فقرات صباح العربية اليوم وضيفة حلقتنا أمل العنبري التي اشتهرت عبر برنامج ستار أكاديمي ثم بدأت الغناء بشكل منفرد واتجهت إلى عالم التمثيل كأول خطوة مع المخرج محمد دحام بعد أن اختارها لتشارك في مسلسل بعدك طيب وذلك بعد أن أتقنت اللهجة الكويتية خلال إقامتها في الكويت. قدمت بعدها أعمالا عدة في التلفزيون والمسرح ومن آخر أعمالها الغنائية قهوة مزاجي. حبيت أفعل. صباح الخير. صباح النور. قمت لخير. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous nous cessions d'y croire. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Ok. حل. أمل. الكويت البحرين وين رايحة؟ ما خليت وين المحطة الجاية؟ دبي. دبي خلاص استقرار. طيب شو راح نعكس هذا على شغلك؟ ايوه يعني انا اشوفي انا اعرف انها صريحة اذا ما راح تكونين صريحة ببلش مجاملات من اول. لا والله بالعكس بس انا عشان يلا. طول عمري حلمي وانا في الفن اني اتوجه واسوي لي شغل خاص برا الفن. طيب فدبي عشان ما شاء الله الحكومة الذكية سريعة اسرع من 5G فكل شيء خلص بسرعة. فجيت واستقريت وعندي شريكة صديقتي كويتية فسوينا شغلنا في اقل من اسبوع. حلو. فعشان كذي يعني تشجعت انا كنت جايه بس يعني تجربه بس التجربه خلاص. طيب يعني بيصير لي في نفس اللي صار لي بالكويت على اساس سنه صار لي 15 سنه. طيب امل ليه تمثيل وغدك اكثر من يعني الناس بتحب تسمع صوتك حبت صوتك من اول ما طلعتي من ستار اكاديمي ليه خطفك مننا؟ شفتي انت قلتيها خطفني فانا مو مسؤوله. حبيتي التمثيل اكثر من الغناء؟ حبيت اسوي شيء انا ما اعرف اسويه انا بالاساس ما امثل ايه بالاساس اغني بس فلما سلمت نفسي حق انسان اللي هو صانع النجوم يعتبر ويعني الحد الفاصل في الخليج في اي في مسيره اي فنان ما قدرت ما امشي ورا التمثيل فخذاني بس ما اقدر انكر اني احب. يقال ان اراء امل أنا اخاف من يقال اي لا لا ما هذا اللي قاعد يقال خلينا نقول لك اياها بكل صراحه حتى نسمع شويه بعد يضطر الجو شي نوترت شويه وبعدين نسمع اغنيه حلوه منك. طيب يقال انه امل مشكلتها تفتقد للدبلوماسيه في تعاملها مع الاخرين صداميه يقولوا انا يقولوا انا عاد يمكن أنا أكثر إنسانة دبلوماسية هادية بس لا تتصادمين ما أتصادم بس يمكن عشان أنا صريحة بس تقبلون صراحتك؟ عاد كيف في المجال؟ عاد كيف صراحة يعني شوف بقولك على شيء الإنسان عموماً بطبعه في الوطن العربي ما يعجب العجب كنت صريح قالوا يعني تتصادم كنت وايد مجامل قالوا تنافق فخلاص أنا اخترت أني أكون أنا أيوة اللي يفهم وواصل يعني نضوج معين ووعي بيفهم ان هذه الشخصيه ما لها وجهين حلو واللي ما بيتقبل صراحه يعني مشكلة دكاترة النفسيين على افهم يشرب من البحر كما انت امل خلينا نسمع منك حاجه واطربينا واطربي هذا الصباح حاضر ما لا طعم حبك ولا لا بعد اللون ما ضقت انا وياك طعم السعادة عكرت لي جوي وسهرت العيون قهوة مزاجي صارت اليوم سادة عكرنا مزاج الشيء؟ لا حشا طيب أوكي. يقال ان الحب يعكر المزاج يقال ان الحب يعكر المزاج يقال يقال ما ادري وهذا ما تؤمنين فيه؟ لا بالعكس إذا ما يحل أيامك أي لون من الممكن تشعر أمل أنه هذا يمثلها أي لون طربي لون
بديش تغنينا ليه ما غنيتي؟ ما لقيتي الكلمات اللي يمكن المقطع اللي حطيتوه قبل شوي حق الحفلة اللي أغني فيها بالفرنسي هذا أكثر شيء يشبهني، يعني حتى هالحفلة كانت لصالح مجموعة من البنوك محتفلين بذكرى سنوية، وكان جاي في زيارة رسمية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وأقامت الحفلة على شرف الوفد، فهذه من أكثر الأشياء اللي تشبهني. راح نأجل سؤال مروة ونسمع منك فرنسي. ما عنديش أي مشكلة، بنستمتع أكثر. يلا عاد قرر. Des yeux qui font vibrer les miens, un rire qui se trace sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est resté dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. الله. امل ما عندناش وقت نسال، حلقتنا خلصت، ولكن هنستناك فتره يعني في الحلقات جايه ونعرف التفاصيل عنك. يعطيك الف عافيه. شكرا امل، شكرا مروه، شكرا انا. في امان الكريم. شوفكم باكر.